حرام عليكم. كيف حالكم يا أبطال؟ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من على هذه الجبال الشامخة تابعة لمديرية ناطع، نحيي كل الأبطال في كل الجبهات، كل ديار الصامدين الذين بهم إن شاء الله سيتحرر الوطن. نحن الآن في جنوب مديرية ناطع التي حدها من الشرق مديرية مسورة ومديرية الصومعة المحررة، ويحدها من الشمال الغربي مديرية نعمان، ومن الجنوب الغربي مديرية السوادية، ومن الجنوب مديرية الملاجم. محافظة البيضاء. محافظة البيضاء، كل هذا التي ذكرتها في محافظة البيضاء. لنثبت تام للكاذبون والمزيفون أن محافظة البيضاء بأكملها تحت سيطرة الحوثي. كذبوا. نحن في وسط محافظة البيضاء، لم يبقى بيننا وبين الخط الأسفلتي إلا قرابة 30 الكيلو. إن شاء الله سنصلها سنصلها بهمم الرجال الصامدون بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه. فإن شاء الله من نصر إلى نصر، ورجال الأمن في محافظة البيضاء إن شاء الله هم بجانب أخوانهم في جبهات القتال، في التأمين، في المتارس. أمن مديرية ناطع مشاركين في جبهة ناطع، أيضا أمن مديرية نعمان مشاركين في جبهة فضحة جبهة نعمان، ونحن معهم إن شاء الله، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. وأتقدم بالشكر الجزيل لكل القادة الأبطال الذين متواجدين في جبهات القتال، وإن شاء الله سيكون ربنا في عون الجميع، وتحياتنا للجميع. الله أكبر. ونشكرهم على هذه الزيارة. كلما كانت القيادة مرتبطة مع الأفراد كلما زادت معنوياتهم. الأفراد الآن زادوا معنويات عالية، وإن شاء الله لن يفرطوا في شيء، ومن نصر إلى نصر. ونشكرهم على هذه الزيارة، وإن شاء الله زيارات متواصلة.